شكرا للتريننج، واني اتمنى انه نكون ما قصرنا وياكم، وصلنا لكم المعلومه بشكل انه يكون مرضي لكم، وهذا الهدف الاساسي من هذا التريننج. احنا مثل ما قلنا من اول يوم في السيشن، الهدف الاساسي هو نحصل اعلى مستوى من الاستفاده كل التيم، فاني اتمنى انه احنا حققنا هذا الهدف، وان شاء الله تكون هذا التدريب فيه فائده اضافيه لكم، يفيدكم في عملكم اليومي بالسايت، واتمنى طبعا اكيد نلتقي بكم بالايام الجايه، اكيد راح نلتقي سواء بالسايت سيرفيس او بالفيوتشر تريننجز. شكرا جزيلا لحضوركم، ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق. هذني السيرتيفيكيشن اللي راح نوزعها، هذا سيرتيفيكيشن مال دلما، وان شاء الله حيلحقها من خلال استاذ فارس، سيرتيفيكيشن مال امرسون. زين، بعد ما يخلص ان شاء الله السكند باتش، ان شاء الله توصلكم السيرتيفيكيشن مال امرسون. اول شخص ويانا استاذ عبد الامير. الف مبروك بالتوفيق. الشخص الثاني ويانا استاذ عمان. استاذ احمد. استاذ احمد العيد. استاذ حسين. استاذ الوليد. استاذ محمود. شكرا جزيلا لكم اخوان، وان شاء الله اتمنى لكم كل التوفيق. ان شاء الله السيرتيفيكيشن مال امرسون.